كابتن وليد الركراقي والأسطورة عدنان الطلياني ورشيد بن محمود رشيد بن محمود هذا يقع سحق كابتن سامي الجابر وعدنان الطلياني الله كيف لقاء أسطورة الكرة السعودية وأسطورة الكرة الإماراتية لقاء السحاب بين الأساطير يا سلام كابتن وليد الركراقي والأسطورة عدنان الطلياني رشيد بن محمود سايموس على هيئة الأساطير هذه اللي جمعت الشخصيات البارزة الرياضية من كل أنحاء العالم. هذه الجائزة حقيقة بعد سنوات كثيرة رشت الملاعب أحب أشكر فيها مهما تقدم فيها العمر لكن أرجع وأشكر فيها كل زملائي اللي ساعدوني في هذه الإنجازات واللي أعطوني كل الدعم. أشكر فيها عائلتي أولا وأخيرا اللي لقيت منها كل الدعم وشكرا لكم على هذه الاستضافة وشكرا لكم أيضا سايموس على هذه الجمعة الجميلة وكل عام وانتم بخير. صرنا علي والسعادة السيدة إنجاز العمر لبطل العالم في أسطورة يو إف سي حبيب النور محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة سعادتنا وشي رمضان كريم وكل عام والجميع بخير. الحقيقة سعادتنا لا توصف وأنا اليوم بين هذه الكوكبة والنخبة المميزة من professional careers here in Abu Dhabi because it was 2019 when my father first time was calling me in my UFC career because all the time I was fighting in the US and the first time when UFC come to Abu Dhabi they put me on a main event and of course my father وفريد واستثنائي بالنسبة لهالاتحاد بالتحديد. بطبيعة الحال أول شيء أكيد رح يجي للأذهان هو الحديث عن التألق بمونديال 2022 بس إنجاز كأس العالم ما هو إلا خاتمة عام مميز وفريد وغير مسبوق بصراحة. بعبارة ثانية أنا عم بحكي على أول
وأسطورة اليو اف سي حبيب النور محمدوف. بتقديمها لأسطورة كرة القدم العالمية كلارنس سيدورف.